السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. هذا الفيديو درته للناس اللي بغاو يتسجلوا في موقع تضامن، وجوني بزاف التساؤلات وبزاف المشاكل اللي كيوقعوا فيها الناس. بغيت نشرح لكم هاد المشاكل هادو باش ما تطيحوش فيهم. اما بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي في لاباج وما كنجاوبش، راه بزاف الناس اللي كيصيفطوا وما نقدرش نسجل كل شيء وما نقدرش نجاوب على كاع التساؤلات. داكشي علاش درت هذا الفيديو. شفت دوك التساؤلات اللي كيتعاودوا بزاف واللي شفتهم حتى في فيسبوك كيتبارطاجاو، وغادي نوريكم الاجابه ديالهم. هذا ما كان اول حاجه كنطلب منكم، الا بغيتوا تشتركوا بالقناه ديالي وتفعلوا زر الجرس. اما بالنسبه للموقع تضامن، اول حاجه اللي كنأكد عليها ما تبقاوش ديروا شكايه في موقع ديال شكايه، راه صافي ان هذا الموقع شكايه داروه الناس. دوك الشكايات اللي داروا الناس باش وزارة الاقتصاد تعرف باللي راه بزاف الناس محتاجين وما شدوش. يعني هاد الموقع الشكاية ينساوه. دابا كاين موقع تضامن، هاد الموقع هذا اللي نحط لكم اللين ديالو في ديسكريبسيون، هذا هو اللي كاين دابا. كيف ما قلت لكم كتدخلوا نمرة لاكارت المعني بالامر، نمرة الهاتف ديالو وهذا الكود هذا، وكديروا تأكيد. من بعد غيطلع لكم هنايا، كطلع لكم كيف ما قلت لكم وضعية الطلب، واش قيد المراجعة، واش قبلوكم، واش رفضوك لانك انت ماشي هو رب الاسره، واش رفضوك لان الخدمه ديالك ما غاديش باقي خدامين دابا ما حبسوش، واش رفضوك لان شي واحد في العائله عنده الضمان الاجتماعي. هاد الاسباب كاملين كاين اللي غالطين ليه فيهم. بالنسبه للناس اللي تيدخلوا المعلومات ديالهم تيطلع لهم هذا الميساج ديالو، انا نقول لكم شنو تقدروا ديروا. كيف ما كتشوفوا كيطلع لكم طلب غير موجود، المرجو التحقق من المعلومات. هادو تقدروا، انا ما عرفتش، انا حتى دابا ما عرفتش الحل ديال هذا. تقدروا نتوما في الاول فاش غادي تسجلوا غلطتوا، ولا تقدروا الغلط من عندهم، المهم غادي تحاولوا تعيطوا ل 12 باش تشوفوا المشكل اللي عندكم. دابا كاين الناس اللي كيجيهم تم رفض طلبكم ليكون صاحب الطلب ليس هو رب الاسره، ياك. اش كيمشي يديروا، شنو كيمشيو يديروا الناس؟ كاين اللي كيطلع عليه هاد الواجهه هادي، يجب ان تتضمن هذا المحتوى كل ما يفيد عدم صحه اسباب رفض الطلب للاستفاده من الدعم، ياك. هنا شنو كتعمر لهم؟ الا كنتي انت ماشي هو، الا قالوا لك انت ماشي هو رب الاسره، كتقول لهم بانك انت هو رب الاسره، ياك. حيت دابا شنو كاين؟ كاين اللي كتكون مطلقه، كاين اللي كتكون ارمله، كاين اللي كيكون سامح فيها الراجل، ياك. هاد الحالات الثلاثة تصادفت معاهم، كتكون مطلقة وهما دايرين باللي باقا مزوجة، باقا عندهم باللي مزوجة، كتكتب ليهم أنا مطلقة وأنا هي ربة الأسرة وأنا المسؤولة عن عائلتي المتكونة من ثلاثة أفراد أو فردين أو ثلاثة أو أربعة، المهم عدد الأفراد اللي مسؤولة عليهم، وكدير أنها محتاجة لهذا الدعم في هذه الوضعية الراهنة إلى آخره. كان شفت بزاف الناس هما كيعطوهم ان رفض طلب لانه ماشي رب الاسره، كيمشي للفيسبوك يقلب كيلقى واحد النص مكتوب لقد ارسلت رساله الى 12 ولم استفيد المرجو منكم. راه هذاك الشيء راه ما خدامش، راه هذا الشيء علاش ما كتقبلوش؟ حيت ما كتعمروش داك الشيء اللي كاين، غير كتعمرو باش تصيفطو وصافي. راه الشكايه تكتب هنا غير واحد جوج ثلاثه ودير اكيد غادي تمشي الشكايه ويطلعوا لك لقد تم تسجيل شكاياتكم. حنا بغينا الناس يستافدوا، الا طلعوا لك انت ماشي هو رب الاسره غادي تشرح لهم انت راه باللي انت هو رب الاسره، طلعوا لك باللي راه الخدمه ديالك ما غاديش تستافد غادي تشرح لهم الخدمه ديالك، كنتي فلاح، كنتي اي خدمه خدام انت ما بقيتيش خدام فيها غادي تشرح لهم، تقول لهم انا راه فلاح في الباديه وهادي وهادي وهادي، ها خدمتي، ها التفاصيل ديالها. الا قالوا لك راه شي واحد في الضمان الاجتماعي في عائلتك، بحال واحد السيده جات عندي اختها تزوجات هي اختها وباقا عندها الضمان الاجتماعي وحاسبينها باللي هي باقا في العائله عندهم، يعني غادي تشرح لهم بان الاخت راه الاخت ديالي عندها الضمان الاجتماعي وهي متزوجه وانا المسؤول عن عائلتي. يعني ماشي غير اللي جات تكتبوها الله يرحم الوالدين باش تستافدوا. انا كنقول لكم هكا غير باش تستافدوا، ماشي احنا بغينا غير الناس يستافدوا، هذا ما كان، حيت بزاف الاخطاء كيطيحوا فيها الناس. هذا من واحد الناحيه. واحد الناحيه اخرى كي بزاف الناس شافوا هاد التصاور هادو في هاد التصاور شفتهم كيبارطاجيو في فيسبوك، بزاف الناس كيطلع لهم تم رفض طلبكم ليكون صاحب
الطلب ليس هو رب الاسره، كاين اللي كيطلع عليه هذيك غير فين يعمر، هذا فين كيكون المشكل؟ كيكون في عدد الافراد، كيكون في عدد الافراد ديال العائله اللي دار. كيف ما كتشوفوا هنا اطلع لكم عدد افراد الاسره، يعني غدير عدد افراد الاسره ديالك اللي مسؤول عليهم انت، الزوجه ديالك، الابناء ديالك، الوالده والوالد ديالك انت مسؤول عليهم. يعني بحال دابا كاين انا وخوتي، انا غير نعطيكم مثال، كاين انا والوالد واخوتي، غادي ندير سته الافراد، انا والوالد والوالده واخوتي، سته الافراد. هنايا ما كديروش في هذه البلاصه ديال رابع و اي، ما ديروش نمره لاكارت ديالكم، غديروا نمره لاكارت ديال السيد اللي مسؤولين عليه نتوما. بحال دابا نفترض ديال الوالد هو اللي يقدم الشكايه، غيدير نمره لاكارت ديال الوالده هنا، الكنيه ديال الوالده هنا بفرنسي، السميه ديال الوالده هنا بفرنسي، ورابط القرابه غيكليكي هنا، غتكليكي على هذا السام اللي في الجن، غيطلع لك بزاف هنايا، غادي دير الزوجه. من بعد غادي دير الشهر فاش تزادت، والعام فاش تزادت، ودير اضافه. فاش كدير هاد الاضافه عاوتاني كترجع كدير عاوتاني نمره لاكارت ديال ولدك الكبير، نفترض يدير ديالي انا، غادير نمره لاكارت ديالي، غيدير كنيتي بالفرنسي، غيدير سميتي بالفرنسي، رابط القرابه غيدير ابن، وغيدير عاوتاني الشهر فاش تزاديت والعام، ودير اضافه. يعني تضيف كل واحد بوحدو، وغيبقاو يطلعوا لك في هذه البلاصه هذه باللي راه فلان فلان الابن، فلانه فلانه الزوجه. وانت غادي فاش كتكمل بحال دابا درتي سته، غادي دير هنايا خمسه الناس اللي مسؤول عليهم انت، ولادك ولا الزوجه ديالك ولا الام ديالك ولا الاب ديالك، المهم الناس اللي مسؤول عليهم انت. وفاش كدير اضافه كدير هذا الكود هذا لتحت، ودير تاكيد، ديك الساعات راه غادي تمشي الشكايه ديالك، وان شاء الله راه غادي ان شاء الله يستافدوا كاع الناس. كيف ما قلت لكم، بالنسبه لكل واحد يعمر هاد البلاصه، هاد لاكاز هادي، كل واحد يعمرها بالمشكل اللي عطاه، ما عمرهاش شي واحد عطاه تما راه في طلبكم، اللي يكون صاحب الطلب ليس هو رب الاسره، وانت داير ليهم مشيتي هزيتي واحد الميساج من فيسبوك لقد ارسلته الى 12 ولم يجيبوني. راه خاصك تشرح لهم انت المشكل اللي عندك. لهذا نتمنى من الناس الا ما عرفتيش تسجل، سير عند شي واحد اللي يسجلك يكون عارف، سولو، انا ما فيها باس تسولو بالخاطر تستافدوا ان شاء الله. وراه باقي التسجيل، راه باقي حتى نهار الخميس الجاي ان شاء الله، حتى نهار الخميس مع 12 الليل كيف ما داروا ديك المره. لهذا كنطلب من الناس توخوا الحذر باش تصيفطوا الشكايه، باش ان شاء الله يقبلوكم. حيت فاش كيوصل الطلب، فاش كتوصل الشكايه، فاش غادي يفتحها هاد السيد وغادي يشوف الفوق، تم رفضوا طلبكم لانك ماشي رب الاسره، وانت نصيفط ليه لقد ارسلت رقم بطاقه الرميد، وكل شيء كيصيفطها. دابا بنادم اش كيمشي يدير؟ كيمشي يهز من فيسبوك، كيدير لها كوبي كولي ويجي يحطها ويصيفطها. وكاين اللي كتكون عامره اخطاء، غير مشي واحد زرب عليها كتبها حطها لهم وكيهزوها. لهذا الله يرحم لكم الوالدين، حاولوا تكتبوا داكشي اللي السبب، كل واحد والسبب ديالو، ماشي السبب ديال فلان هو ديال فلان هو ديال فلان، راه ماشي كاع المواطنين رفضوهم لنفس السبب. وكاين عاوتاني اللي الناس اللي خدامين على والديهم وكيقولوا لهم ماشي انت هو رب الاسره، اشرح لهم بانك انت هو المعيل الوحيد، تكتب لهم انا المعيل الوحيد لاسرتي، انا يعني هذيك المعيل تتعني انك انت اللي خدام عليهم. هذا الله يرحم الوالدين، اللي ما عرفش يتسجل يسول الناس اللي عارفين، ولا المهم سول حتى تشوف داكشي اللي يناسبك، ماشي غير تجي ودير باش تقدم شكايه راه غادي تكتب فيها. انا كما قلت لكم تكتب اللي كتبتي، شي تكتب لهم شي تخربقه وتصيفط راه غادي تمشي. ولكن شوفوا من بعد ملي غيوصلوهم الشكايات راه غيفيريفيو. هذا الشيء اللي كاينو، تهلاو في راسكم، بارطاجيو الفيديو مع الناس باش تستافد من هاد الاخطاء اللي كيديروا بعض الناس، وتابوناو في لاشين، وتهلاو في راسكم. هذا مكان